السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواننا وأهلينا وأحباتنا في مدينة يافا الكرام، كما تعلمون وسمعتم وشهدتم أن هناك انتشار لفيروس كورونا ما بين أوساط أهلنا في مدينة يافا، يعني هناك حتى أسماء معروفة حتى اللي بيقول يعني في مش وفيش أسماء ومنعرفش وهذا كله مؤامرة وكل الشغلات زي هاي. لا، هناك أناس من بينينا من أهلينا قد أصيبوا بهذا المرض، نسأل الله لنا ولهم المعافى والسلام إن شاء الله تعالى. أحبتي، الأمر خطير والأمر جد خطير، لا يجوز لنا الاستهزاء به أو الاستهتار أو التغافل عن وجوده، يعني الأمر ينتشر عماله بسرعة وبكثافة، لا نريد أن نصل إلى مرحلة أن نرى أمورا أصعب من هذه من الذي نراه. لذلك بإذن تعالى غدا يوم الجمعة ويكون هناك اكتظاظ في المساجد، فنرجو من الجميع الالتزام بالتعليمات، لأن للأسف شديد هناك من الناس من يحاول استهزاء أن يعارض ويستخف ويستنكف يناكف الإمام وما إلى ذلك. التعليمات تقتضي التباعد ولبس الكمامات وإحضار السجادة الفردية للإنسان حتى يحافظ على نفسه، فرجاء التقيد بمثل هذه الأمور حفاظا على أنفسنا وحفاظا على مساجدنا، لأن هناك مساجد في بلادنا في الرمل، بعض المساجد في الرمل وفي رهط أغلقت بسبب مصابات من المصلين نفسهم، يعني أغلقت بسبب وجود مصابين من المصلين. لذلك ما بدنا نشهد مثل هذه الأمور في مدينة يافا أو مساجد يافا بإذنه تعالى. لذلك نهي بجميع الأهل أن يأخذوا أسباب الحيطة والحذر والسلامة بإذنه تعالى لنحافظ على أنفسنا ومساجدنا. نسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض، اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله.